بدأنا العمل في هذا المركز عام 2012، ونحن المركز الوحيد في العالم الذي يهتم بالصحراء الغربية. نحن نقوم بنشاطات تربوية أو ما يمكن تصنيفه كشعبة جامعية. نقوم بمحاضرات وندوات ونصور فيديوهات حول الصحراء الغربية، كما نعمل في إطار نشاط أكاديمي حول الصحراء الغربية، لأننا نظن بأنها قضية قانون دولي ليست معروفة بالنسبة للرأي العام في الأرجنتين وبصفة خاصة في أمريكا اللاتينية. إذن نظن أنه أمر مهم بالنسبة للنزاع في الصحراء الغربية ولاستقلالها.